للمزيد من المتابعة والتفاصيل من لندن سيد أحمد ياسين المحلل الاقتصادي. أستاذ أحمد أرحب بك. أهلا وسهلا. دعني أبدأ معك إذن بتصريحات محافظ بنك إنجلترا عن التضخم في بريطانيا، تفضل. نعم، مثل هذه التصريحات هي بالتأكيد واقعية. التضخم أصبح يعني يمثل أزمة عالمية يعكسها الاقتصاد العالمي ككل، خاصة انطلاقا من النقاط التي ذكرتها قبل قليل، وهي المرتبطة بمشاكل سلاسل الإمداد وكذلك أيضا ارتفاع أسعار الطاقة. فهذه الأزمة يعني لا تعكس. نعم سيد أحمد، ماذا نعني هنا بمشاكل الإمداد أو سلاسل الإمداد؟ يعني تعني بشكل واضح هو حال الاضطراب التي شاهدناها على مر الشهور الماضية بخصوص سلاسل الإمداد العالمية، والتي أثرت بشكل مباشر على خطوط الإنتاج في الاقتصاد العالمي ككل. ومثل هذه الأزمة هي بالتأكيد كان لها انعكاسات واضحة في ارتفاع مستوى التضخم، وارتفاع مستوى التضخم يعني يمثل أزمة حقيقية بالنسبة للاقتصادات المتطورة ككل. يعني ارتفاع مستوى التضخم سوف يرغم البنوك المركزية في التكتلات الاقتصادية العالمية الرئيسية للتخلي عن المرونة في سياستها النقدية في الوقت الذي يحاول الاقتصاد العالمي تدريجيا الخروج من التبعات الاقتصادية السلبية التي فرضها فيروس كورونا. لذلك يعني توقيت ارتفاع مستوى التضخم بالتأكيد يعكس أزمة اقتصادية عالمية حقيقية، وبريطانيا هي بالتأكيد جزء من هذه الأزمة العالمية. ولكن يعني في نفس الوقت يجب علينا أن نوضح بأن بريطانيا يعني لديها خصوصية اقتصادية انطلاقا من كون العام الحالي الذي يقترب على نهايته يمثل خصوصية كبيرة جدا بالنسبة لبريطانيا. نعم. فهي خرجت طيب. من صحيح. خرجت أنا بشكرك وبعتذر عن المقاطعة أستاذ أحمد ياسين المحلل الاقتصادي، كنت ضيفي عبر الهاتف من لندن، بكتفي بهذا القدر.